يلا السلام عليكم، تحية حب واحترام لكل شخص يتابع الفيديو. حلقة جديدة، يعني هاي حلقة ما أدري وضعها مو تمام. نبديها بالصلاة على محمد وآل محمد. إخواني يعني أريد أصلي على محمد ببداية كل فيديو، أي حديقة أي شيء حلو بأي مكان يشوفونه صلوا على محمد وآل محمد. وأولا وآخرا أنا شغلت العين مو عين، يعني مخليها على الله. فرجاء اللي يشوف شيء حلو مثلا يشوف حلال العالم يصلى على محمد وآل محمد، يقول ما شاء الله مثلا، يعني حفاظا على حلال العالم. وشفت العنوان الفيديو راح تشوفون الحادثة اللي صارت وياي. طبعا اولا واخرا الحمد لله والشكر على كل حال. هسه بالصدفة دخلت بالصبح، طبعا هسه دخلت للحديقة كالعادة مثل كل يوم، يعني ادخل الحديقة هذا اشوفهم وتفقدهم. طبعا لقيت كارثة، والله لقيت كارثة. الحمد لله على كل حال، يعني واحد من ينزل شغلة هذا، انا ما امن بهاي شغلة العين وما عين، بس مرات يعني تنجبر تتوقع تقول هذا التوقع صحيح. يعني ما عندي شيء، يعني هسه دخلت لقيت 2 جاوة ميتات وحمام ملكي نفي انا اعرفها، يعني قديمة عندي، يعني مو قديمة كلش، بنات هذا الصيف راح. ولقيت طيور حب 3 وافراخ 2 وياهم، 5 طيور حب 5، ولقيت بناجز كذلك 3 بعد شنو والله، يعني وجاوة النفية هم نفية بيضة جاوة و2 مخاليف من الجدد. وهذا الجديد شو اسمه النابليون، طبعا انقهرت عليه قهرة مو طبيعية. والحمد لله والشكر على كل حال. يا اخواني صلوا على محمد، يعني منزل فيديو صلوا على محمد. طبعا انا شغلت العين وما عين ما امن بها نهائيا، هي موجودة والحسد موجود وكذا، بس يعني أنا يعني أولا وآخرا نقول أكو أسباب، لازم أكو أسباب. يعني ذيك الأيام حسب نجيبها على البرد والشتاء وكذا، وجوز ماتوا من البرد، لا لأن ذيك الأيام مطر عليهم دق وبرودة نفس البرودة وهذا، وطير بالبداية مرض بعدين يلا يموت هنا فجأة. ثانيا إذا أعمارهم كبيرة هيك، يعني أنا أقول كلهم شباب بعدهم، يعني تجاوب مثلا بنات ذاك الصيف، الملك كذلك بعدهم، يعني مو تقول طير كبير ومات وهذا. نسيت البلبل، البلبل نفي هم يعني نفس الوضعية، هم لقيته ما ميتة هيك، بس محصورة وميتة، محصورة بمكان هناك مكلبة بذنيتش، تشوفون ذنيتش هاي الهوسة، يعني هاي هي متعلمة عليهم والله، بس بعد هاي تريد تصير. والحمد لله على كل حال. انا سيد ذني همه، طبعا ذني انا ناوي اسوي لكم اياها مفاجأة، ذني شوفوهن هذا طيور الحب، هذا جبت له نفي قبل فترة، احد الاخوة قال حرام وكذا تخليه في حال واحدة، لا انا جايب له نفي ومتزوجين وعازلهم بالقفص حتى دخلهم بالبيت. هذول الحمد لله ما بيهم شيء، بس البيض طلع فاسد هسه، صارهم بالعشرين يوم نايمين على البيض، وانت تدرون بيه لا افحص ولا ابد. هاي بقى طير حب، هاي النثية، هاي النثية شوفوها، هاي طلعتها كانت معزولة بالخانات، طلعتها جبت خطية تبقى واحدة، يعني كارثة والله. هسه اكو مشاهد، يعني اكو فراخ هسه مال الملكي، هاي عدها هسه عدها فراخ، هاي هنا انا همين عشت جديد، هذا البيضات استوهم هناك، اكو الحمد لله والشكر هم فوق هم اكو عش ذاك. بس شنو اخوان، يعني كارثة، يعني حتى واهس مالي هسه شفت كم فرخ، هذا حتى واهس مالي والله، جيت قبل من ادخل اشوف فرخ اشوف حمام اشوف كذا اشوف طير يلف عيش افرح، يعني بس هسه ما هسه طار كلش، يعني
يعني واي طيور لقيتها ميتة واي والله. شنو السبب؟ يعني بحثت بكل الأسباب ماكو سبب مقنع ماكو. الحمد لله على كل حال. يعني هسه لو نجي واحد يجيني هسه بالتعليقات يقول لي من البرودة، وانت ما مغلفها السقف باع مفتوح، هذا كله من البرودة. خويان صار لي سنين هسه على هاي الطريقة، شتا وصيف لا لون ولا تدفئة ولا تبريد ولا كل وسائل. ثانيا ويجيني واحد يقول لي من الجوع يجوز الناس تعطيهم اكل، انا هاي مأكلية كاملة كلها اكل وكل متروسة والله، مي موجود، المي يتبدل يوميا، يعني ماكو سبب غير العين. سبحان الله، الله يجيرنا ويجيركم من هاي السالفة. واي اخوة والله بالتعليقات اشوفهم يعني حتى يراسلوني كذا، عندهم محميات تخبل تجنن ما ينزلوني يخافون من هاي الشغلة. بس انا ما عندي يعني اقول هي كلها بيد ربك والحمد لله والشكر على كل حال. بس واحد صلى على محمد يقول ما شاء الله مثلا، والله كارثة. يعني هاي فتشت عيني مثل ما يقول من الصبح. الحمد لله على كل حال، لا ان شاء الله نعوض. شوف هسه ذولا تجاوبوا، يعني خدمة. خلي عدي هذا بالخبز وارجع لكم. انا عدي مرات يروح طير هيك يموت كذا، اعرف انا ورا ما نزل فيديو مباشرة يعني، بس اقول ما نزله والحمد لله والشكر. حتى ذني والله ما صورتني، ما اريد اكسر قولكم. شينم جاوع وملك، وهذا النابليون انقهرني كلش، وحمام ملكي، واكو مشكلة عندهم افراخ وعندهم بيض. هسه هاي النثيبة على هاي النثيبة على هاي هي ولقيت فحلها والافراخ. ما ادري والله ما ادري، مو تقولوا برودة وكذا، لا هسه برودة موجودة ثلج، بس شنو هم متعلمين يعني اكل اكل كله موجود الحمد لله على كل حال. هاي المأكلية شيل 7 كيلو تقريبا 8 كيلو بيها تقريبا، هسه فوق النص نص هسه بيها، يعني بيها اكل بيها هاي. طبعا انا مو على صديقنا حتى واهس مالي، الله شاهد بقت لمسات بسيطة وتكمل يعني، بس عوزت خشبة هيك ما سويته ما لقيتها، فأكملها وانزل لك المأكلية الجديدة. هي هاي رقمها المأكلية 40، ادخل على الفيديوهات شوفها رقمها 40 بالحلقات، انا مسلسل الحلقات بالارقام. هاي من نادر لها الاكل وشغلتها بسيطة ما هي رادلها طبعا، واكلها صحي هذا ما لا تراب لا غبار لا مي كل شيء ما يدخله. اكل اكل موجود. من واحد يقول جوع، لا نهائيا، هذا مخلوط حمام وكناري ودخن، وبديت بكمية قليلة. هذا الاطار شوفوا، هذا الاطار من الخشب، هذا من جوة الصاعد بيلي فوق، يعني مسوي له مربع ومسوي ضفيرة بهذا الحبل. طبعا هذا صار له يمكن 3 سنين هيجي، هسه للاسف يعني بدا يتاكل. انا حسبالي هذا الحبل او الخيط حسبالي قوي، هو يعني نايلون، بس شنو المدة صار فترة طويلة، فبدا يتاكل من الشمس من المي من شفت ظافر عليه جهنمية مصعدها لفوق. هسه ايش راح اسوي؟ راح اجيب هاي الحلقات مال اللي يستخدموها الكهربائيين، حلقات بيضة بيها بسمار يندق بالحائط، واسلك بيها الجهنمية. هاي هي هاي الجهنمية، هاي النسرين هنا كذلك، هاي النسرين هم طلعوا، هذا حتى فاتحين هساني، هذا الخشب كله استفاد من يمه. وضفيرة الخيط افضل، بس لان تاكلت صار اكثر من 3 سنوات تقريبا هيك من الشمس تاكلت، فلقيت طريقة هي هاي كلبس ونبدي نثبت بيه جهنمية او اي متسلق.
ناي نايمة الحبابة. هذا بقى الدمن هنا، بقى من الدمن فسطل كامل تقريبا. راح انقع بمي اخمره، اخلي فد 3 ايام 4 ايام، وابدي اسمد عدي كم سندانه وكم شجره، يعني ما مسمدات. فهاي طريقه افضل، يعني انا استخدمت الطريقتين، طريقه النشره بالحافات واقلب التربه، وهاي الطريقه الثانيه. تسميد مهم طبعا. جمال. هاي من الشمس طيب، كيفون على الشمس. هو اصلا شمس ماكو، بس هي تدخل قليلة واجهة. حتى اليوم لين شمس سبحة. هذا جامبو يمكن الكبير، هذا ما ادري قد حجمه. هذول عزلتهم مؤقتة، يعني ما اخليهم فترة طويلة. بيضهم طلع فاسد وما شدوا. هاي من الانتكاسات اللي صارت هاي الايام. هذا عش نايمة بي حمام ملكي. هذا هذول الجاوة يعني ناوي اعزلهم. هذا عش البنادس، ما ادري بيه، لا ما ادري. وش تبين لكم؟ هاولك هذا عش جاوة هنا، بس ما ادري يعني بي افراخ بي ما ادري شو ولا مين. مو واضح، وانا ما اريد ازعجهم نهائيا، يعني الله قلب وامد صبعي وبحوش بالهذا، لا غلط. هذا عيش هنا مال حمام ملكي، وهذا هنا فارغ يمكن. هذا احلى فقرة هاي، من تجي بين الاشجار هنا. خل نشوفها ما دام قامت، هي بعد خافت من يم وقامت. ما شفته انا كل شي ما شايف بعدني. هذا النساد جايبني، هذا النابليون جايبني بالعشواو، بس يسوي الفتحة من جوا. شنو قضيته مالي؟ بي شي واقف هو بي خيط، عنده فرخ واحد. هذا صوته ابو عسمه، صوت النابليون مثل العصفور بالضبط.
مزعج، انا اشوفه مزعج، صوته مو حلو. مزلاك الاحمر احلى من يمامات. يلا الحمد لله والشكر على كل حال. هاي عدها بيض هاي، بس ما بين لان التصوير كان مو عدل. شيكتها هسه عدها بيض، واحدة من البيضات يمكن هيجي منقرة هيجي تفقس هيجي. خوش مكان يعني عشان توصل شمس ومحمي. هاي الشجرة كلها فوقها. هاي نهاية الفيديو، تحياتي للجميع.